مشاهدي أنفاس تيفي، اليوم في هذا اللقاء الخاص حضر معنا حكيمة أحجو، نائبة رئيس جمعية فضاء للتكوين والتأهيل الاجتماعي. أهلا بك سيدة حكيمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عندنا، وتحية خاصة للزملاء في جريدة أنفاس بريس، ومرحبا بكم. سيدة حكيمة، أنت نائبة الرئيس ديال الجمعية، فقربنا أكثر من فكرة الجمعية ديالكم، وكيف جاتكم الفكرة في الأول؟ نعم، بداية جمعية فضاء للتربية والتعليم للتربية والتكوين والتأهيل الاجتماعي تأسست سنة 2018، وكان الهدف ديالها من قبل كان الهدف ديال المؤسسين اللي كانوا أطر في التعليم، أطر في القطاعات المختلفة، في القطاع العام والخاص وفي الصحافة وغيره. كان الهدف هو أننا كنا لاحظنا بأن هناك هدر كبير للمدرسة في هذه المنطقة، فكانت الفكرة أننا غادي نحاول نجمع دوك الشباب اللي يغادروا المدارس وغنديروا لهم إحنا إعادة التكوين. وكان واحد المشروع أننا كنا اتجهنا للشركات الخاصة اللي كاينة في المنطقة أو في العمالة ديال البرنوصي، على أساس أنها سنويا غادي تشغل واحد من هذوك الشباب اللي غنديروا لهم إعادة التأهيل والتكوين. وصادف أنهم مباشرة بعد بداية المشروع والاشتغال عليه تم إحداث مركز للتأهيل والتكوين، التأهيل الاجتماعي والتكوين، برعاية ملكية في المنطقة هنا ديال البرنوصي. فبالتالي ما بقاش عندنا يعني ما يمكنش احنا ننافسوا مركز كبير بمؤهلات كبيرة وحنا جمعية صغيرة، فانتقلنا إلى الاشتغال في ما هو بيئي، ما هو اجتماعي، ما هو مدني تأطيري تكويني. وكانت عدة لقاءات وعدة مشاريع، يعني بصفر دعم عمومي، بكل كان الدعم ديال الأطر والمؤسسين ديال هذه الجمعية. وكانت مشاريع يعني كان عندها الأثار ولقات الصدى الطيب لدى الساكنة ديال المنطقة ديال سيدي مومن. يعني تمويل ديال الجمعية ديالكم كان مقتصر على الأطر والناس اللي منخرطين فيها؟ نعم، في البداية كان الدعم هو دعم ديال التبرعات ديال الناس اللي منخرطين ويعني وتيشتغلوا في هذه الجمعية. لكن عندما تم التطوير المشاريع وكانت هناك فكرة لتنظيم المعرض الإقليمي للكتاب، وهو النشاط الأكبر اللي نظمته الجمعية وكان ناجح بكل المقاييس نظرا للتغطية الإعلامية اللي كانت عنده وللحضور ديال المثقفين والإعلاميين والأدباء اللي كانوا من مختلف جهات وأقاليم المغرب، حرصوا أنهم يحضروا، أيضا الإقبال الكبير من قبل ساكنة سيدي مومن اللي كانت احتضنت هذه الفكرة بشكل يعني لا يتصور، وأيضا من قبل السلطات المحلية اللي كانت قدمت دعم لوجستيكي مهم. المقاطعة ديال سيدي مومن أيضا قدمت دعم لوجستيكي وليس مادي، بحيث أن مشروع كان خصص له أنه يتنظم بثلاثة المليون سنتيم، يعني من هذاك الاحتضان اللي حظي به، فميزانيته بالتبرعات اللي كانت استطاع أنه يحقق الهدف والغاية منه. هذا كان أكبر مشروع اللي نظمته الجمعية، إلى جانب أنشطة أخرى اللي كانت أوردناها في التقرير الأدبي ويعني موثقة بالصور وبالأشرطة الفيديو للأنشطة اللي نظمت، وكانت تتعلق سواء بأنشطة بيئية، لأن المنطقة نعرف أنها هي منطقة يعني على هامش الدار البيضاء رغم قلة الإمكانيات وكذا، فالجمعية حرصت على أنها ترافع على منطقة سيدي مومن في مشكل بيئي، وكانت لقاءات مع المسؤولين الترابيين وعلى مستوى الدار البيضاء، وأيضا كانت أنشطة اجتماعية خاصة متعلقة باليتيم. فهذه المنطقة اللي تتعاني الهشاشة بالنسبة للأباء والأطفال اللي عندهم أباء ديالهم على قيد الحياة الله يخليهم لهم، فاليتامى مشكلتهم مضاعفة. لهذا رسعينا في الجمعية أننا نضمن أنشطة، وبعض خاصة أنشطة مديرة للدخر للأرامل، دعم الأطفال ديالهم في التكوين، دعم أطفالهم في المناسبات. يعني كانت الغاية أننا نعطي عمل اجتماعي بشكل يرجع العمل الاجتماعي الثقة دياله، وهذا اللي استطعنا أننا نحققه جميعا كأعضاء ومؤسسين لجمعية فضاء للتربية والتكوين والتأهيل الاجتماعي. ذكرتي
لي بان الجمعيه ديالكم كتقوم بزاف ديال الانشطه، ومن بين هاد الانشطات قلتي الامهات، قلتي بالنسبه للشباب واش كاينين انشطه اللي مخصصه للفئه ديال الشباب بصفه خاصه؟ بالطبع جمعية فضاء تتعطي عناية خاصة للشباب لأنهم هما الصلب ديال الإشكالية اللي تتعاني منطقة سيدي مومن، وهما اللي تيحسوا بأنهم الآن فيه نوع نقدر نسميه واحد النوع من الحقرة مقارنة مع المناطق الأخرى ديال الجهة الدار البيضاء. وهذه مناسبة أنني نطالب المسؤولين المحليين وعمدة الدار البيضاء ورئيس الجهة أنهم يفكروا في هذه المنطقة، لأنها ما يمكنش نجروا الدار البيضاء ونقولوا بأنها مدينة ذكية ومدينة رائدة ديال المغرب في الاقتصاد والهوامش ديالها في هذه الوضعية، لأنه إلى خرجتي الآن المنطقة ديال سيدي مومن هناك مناظر مخجلة جدا، وسيدي مومن عيب أنها تبقى خزان انتخابي، وسيدي مومن عيب أنها تبقى مركز للبنايات، يعني البنايات بدون روح، بدون يعني ملاعب، بدون دور ثقافة، بدون ولاتي سيدي مومن تلقاو هاد المراكز مثل هنا هاد المركز ديال سيدي مومن لدار الشباب، لكن خص مراكز أخرى، خص ترجع الأندية السينمائية. ولهذا مثلا في جمعية فضاء خصصنا فضاء للمسرح، واللي فيه طلبة جامعيين في جامعة الحسن الثاني وجامعة عين الشق وجامعة سيدي بن مسيك سيدي عثمان. هاد الطلبة يتحركون داخل الفضاء بحيث أن الإخوة وخاصة الأخ الزهري، ولأنه عنده هاد الثقافة السينمائية المسرحية وكانت عنده اشتغل أيضا في الأندية السينمائية في واحد الفترة، تأثر هاد الشباب. وعندنا فرقة مسرحية اللي تتحاول مثلا تتساهم في التأطير وفي التكوين وفي أننا يحسوا بأنهم هذا الوازع المواطناتي كاين بناء انطلاقا من المسرح انطلاقا من الثقافة. لأن ما تيهمنيش أنا مثلا أنني نعطيك واحد العرض، نبقى نعطيك كيفاش غنسميه، نبقى نعطيك النصائح، خصك تكون ملتزم وخصك تكون مواطن، ولكن احنا اختارينا في جمعية فضاء اننا نربيو بالثقافة، نجيبو للشباب ونقولو لهم راه هاد المغرب فيه حوايج زوينة اللي نقدر اننا احنا نبينوها عن طريق المسرح، عن طريق السينما، عن طريق الندوات الثقافية، عن طريق جلسات اللي تنظموها حتى الاطفال في الخط العربي، عن طريق لان عندنا ما شاء الله استاذ نابغة في الخط العربي ولد سيدي مومن، واستاذ هو كان مدير مدرسة على ما اعتقد، ولكن عنده يعني يعرف التربية والتكوين انطلاقا من الخط العربي اللي هو احنا اصلا ما بقيناش نديوها فيه. اذا كاين انشطة اللي هي تعنى بالشباب، تعنى بالنساء، تعنى بالاطفال، فقط خصنا مقر، لاننا كما تشوفي الان اننا تنشتغلوا غير في دار الشباب، فبالتالي كون كان عندنا مقر كانت غادي تكون امكانيات الطرح وتنزيل البرامج اكثر، هذا من جهه. وايضا لان هذه الجمعيه اللي تميزها على باقي الجمعيات اللي في سيدي مومن اللي عندنا معاهم شراكات، لان المعرض الاقليمي السابق في الدوره ديالو الاولى راه شاركت فيه جمعيات، في مثلا اشتغلنا مع جمعيات التي تعنى بالنساء، اشتغلنا مع جمعيات التي تعنى بالاطفال، اشتغلنا مع جمعيات التي تعنى بالشباب، اشتغلنا مع الجمعيات التي تعنى بالثقافه والفكر والادب. يعني احنا جمعيه التجئنا لجمعيات اخرى باش تقدم لنا المشاريع ديالها، لهذا خصنا شويه ديال الدعم يعني لوجيستيكي، لاننا احنا الان تنشتغلوا بالتبرعات ديالنا احنا كمنخرطين، ولكن القادم افضل ان شاء الله. الصوت ديالك يوصل انطلاقا من المنبر ديالنا ان شاء الله. وشكرا على هذا الوقت اللي عطيتينا وعلى هذا الكم الهائل المعلومات اللي عطيتيها لنا حول الجمعيه ديالكم وقربتينا منها اكثر. وكان هذا هو حوارنا او لقائنا مع السيده حكيمه وحجو.